انا ياسر المعاشي احترافي بديت الاحتراف ديالي في هولندا وكملته في بريطانيا تاديت في الرباط في سنه 1973 انطلاقا من المغرب انا كنت ثلاث مرات ديت بطولات المغرب جوج مرات في الملاكمه ومره في الفو كونتاكت وفي 1999 خرجت من المغرب ومشيت طلعت لهولندا ديت بطوله هولندا في 2000 ومن تما وانا لعبت مشيت للعب الاحترافي ديال الملاكمه وكملت الصعيد ديال الرياضه ديالي تما بقيت كنتريني مع راساتي مع الدراري صحابي مع الناس الاخوه ديالي اللي عايشين بهولندا كنتريني انا وياهم وكنبريباراو الكومبات ديالنا كنت كنلعب في هولندا حتى 2003 شتا شي واحد ما بغى يلعب معايا في هولندا شتا الكومبات صعاب باش تجيب الكومبات كانك اجنبي ما كاينش اللي غادي يجدك يلعبك ما كاينش لان كلهم كيتهلاو في ولاد بلادهم قررت باش نطلع للانجليز لان الانجليزيه البلاد اللي خرجت هي اللي صنعت الملاكمه وهي مشهوره بصراحه في الملاكمه وطلعت تما نكمل الاحتراف ديالي ديال تاع الملاكمه عندي 21 مباراه احترافيه دابا عندي 4 ديال الهزامات اللي انهزمت فيهم وخمسه لحتهم بالكاو بالضربه القاضيه والمات بقى كلشي كنت رابحو والكومبات اللي خسرتهم انايا كاينين في اليوتيوب حاطهم في الناس يتفرجوا فيهم هما ماشي خسارات ولكن محسوبين في الكتاب ديالي بانهم خسارات ان شاء الله الا مشى كل شيء من هنا لقدام بخير انا غادي نحقق بطوله العالم ولا كاينه شي حاجه اكثر من بطوله العالم انا باغي نحققها كان مغربي جيت للمغرب وجابوا الناس وترحبوا بيا الرحاب داروا لي الرحب ديالي وجا القنصل اللي في الانجليز عندنا عرضوا لي ورحبوا لي داروا لي حفله ديالي انا غادي كيما داكشي اللي بلي درت شي حاجه وصلت لواحد البلاصه ولكن دابا انا نحاول باش غادي نوصل لشي حاجه اكثر من هكاك فرق بزاف في الهاوي خاصك تخدم وخاصك تمشي تخدم ملي سالي الخدمه كتمشي كتريني اما لك احترافي كتكون عندك غير الخدمه ديالك هي الاحترافيه لونطريما كتولي تريني ما كاين لا خدمه لا والو كتولي كتمشي تريني ترجع للدار تنعس وكتعطي الوقت ديالك كله للرياضه ما كيبقاش ديك الساعه الوقت كتقول راه غنمشي ندير هادي غنمشي ندير هادي كيولي الوقت ديالك كله في ومن ناحيه ديال البوكس من الملاكمه الهاوي كيلعب بالكاسك والاحترافي كيلعب بلا كاسك ما يمكنليش نلعب غير بالراي ديال الانجليز لان انتما انت عندهم ومدربين ديالك يقول لك خاصك تلعب الشورت انجليزي ودرت لهم طرحت عليهم قارب انا غادي نلعب شورت نص مغربي ونص انجليزي الطموح ديالي هي ندي بطوله العالم ونعاون خوتي المغاربه في المغرب نجي نحل شي صاله هنا مزيانه
ونجيب الناس داك الخبره اللي عندي انا نفرقها معاهم نوريهم شنو كندير ان شاء الله غادي تقدر تكون من هنا لقدام ان شاء الله. انا كان عندي اتصال مع حسن مرابط هذاك اللي باغي ان شاء الله يلعبني من هنا قدام في المغرب وغنشوفو. انا غادي دابا انا غادي نمشي نلعب، انا خصني دابا كنقلب انا على بطوله العالم، انا خصني شي حاجه اللي تطلع النيفو ديالنا ونهزو الرايه المغربيه ديالنا باش نعرفوا راه حنا المغاربه راه ماشي غير كنعرفوا ناكلوا ونشربوا ونعسوا، لا راه كنعرفوا نديروا حتى الرياضه كما دار القروج كما داروا الاخرين، خصني زعما ندير شي حاجه. وكاين هاد حسن باغي يلعبني هنا في المغرب ان شاء الله، الا ما كانت عندي حتى شي حاجه في الانجليز ولا شي حاجه رانا نهبط نلعب هنايا في المغرب على شامبيونات افريك ولا على بطوله العالم، حيت يلاه هضرت معاه هادي مؤخرا وقال لي راه غادي كاين لعب هنايا نقدر نهبط نلعب في المغرب. اخر كلمه كنسجلها للشعب الجاليه ديالي كلشي اللي في المغرب واللي خارجين على المغرب، عندك من هولندا عندك انجليز فرنسا الدول اللي كنت مشيت ليهم كنت كندير فيهم الملاكمه، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. وانا كنقولها للمغاربه اللي في المغرب واللي خارج المغرب، الا بغيتي توصل شي حاجه غير كمل، ما توصلش نص الطريق وتقطع، راه غيجي واحد النهار اللي غادي توصل، ولا بقيتي غادي توصل غادي توصل. شكرا.